السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خياتي في فيديو جديد لنهار اليوم. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إن شاء الله الفيديو تاعي يا رب العالمين تصبكم في أحسن الأحوال. وش راكم خياتي؟ ريحتوا شوية، راح لكم شوية تعب تاع العيد والسهرة. إن شاء الله تكونوا كما نقولوا ارتحتوا، وإن شاء الله يا رب العالمين تكونوا مهنيين وراكم تجوزوا هاد الأيامات بخير وعلى خير. منا نرحب بكامل المشتركات الوفيات تاعنا تاع القناة، نرحب بالمشتركات الجدد اللي راهم دائما يتوافدوا على القناة تاعنا بكثرة، نقول لكم مرحبا بكم. والمشتركات الجدد اللي أول مرة يشوفوا القناة تاعنا وعجبهم المحتوى تاع قناتنا، نقول لكم ديرونا أبوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم بإذن الله كل جديد. وهنا خياتي رانا رايحين نجوزوا في الروتين تاع هو يعني فيديو منفصل متصل، فيديو تاع تاني ايام العيد بحول الله. رانا رايحين شاركوا في حاجات بزاف خياتي، هما لا ما تروحوش بعيد، راكم رايحين تجوزوا باذن الله وقت شباب معايا ومع بعضنا، يعني ماشي معايا وحدي. هنا خياتي عندي هادو مالي كوتلات، درت لهم شويه فلفل كحل ودرت لهم شويه توابل هكذايا تاع تاع الشوا، ما درت لهمش الملح. انا اللحم ما نحبش نقليه بالملح حتى كي يطيب لي كامل خياتي، باش نديرو هذيك الرشه تاع الملح كي يكون سخون، راهو رايح يمتص هذاك الملح وراهو رايح يجينا بنين خير وخير. هاوليك هنا درت له شويه تاع الزيت وفي المقله تاعي وهي مغطيه خياتي، نقلي هاد لي كوتلات باش يقعدوا طريين. في الاول يبدا يطلق هذاك السائل باسكو المقله تاعنا راهي مغطيه وهذيك لافابور تعاود تولي لداخل، مي بصح اون فوا يشرب هذاك السائل لي كوتلات تاعنا يعني يمتص هذاك السائل كامل، هنايا نقدروا نعطوه التحميره اللي نحبو، يعني نخلوه شويه دوغي ولا نخلوه هكذاك شغل بالسائل تاعو، كل واحد كيفاش يحب ياكل اللحوم تاعو. هنايا ما نقدروش نقولوا يعني حمريه، لازم يكون محمر ولا خليه بيض، هنا تولي لذوق كل واحد. وهذه هي طابله خفيفه ظريفه اللي صراحه راهي فيها شغل الحاجه اللي فيها الماء اكثر من كلش، سخانه راهي تقتل ربي ان شاء الله، يجينا من نار جهنم يا رب العالمين كما نقولوا، يقينا ويقينا من نار جهنم. رانا غير الحاجه تاع السوائل هي اللي راهي نمبر 1 فوق الطابله، بالردي عطشان كل انواع المشروبات راهي رايحه تكون اكثر من الماكله. كما قلت لكم هذا هو فطوري، كان خفيف ظريف خياتي، شويه شلاضه في لي فيغين، هاملك هذوك لي كوتلات تاعي، طابو كيما الزبده، لي فخيت، الخبز، العجين خلاص ما عجنتش، المطلوع هذاك اللي عجنته خلاص حاول هنا، كيما لا ياكلوا الخبز بصحتهم ما عندهم ما يقولون. صراحه وائل يحب الخبز خير من المطلوع. وهاي ديك هنايا لالا مروه غفلتني ودخلت داخل لابيسين، جبدت المايو تاعها لبساته، يا يما ما يقدر لها غير رب العالمين، وعطتها بتبيكه. قلت لها العيد ما نعوموش، قالت لي لا انا يا نعوم، علاش العيد ما نعومش؟ ايه عقلت على دراري، قلت لها واش علي عندك الحق راهي سخانه تقتل، هيما لا تجلبطي شويه. من بعد هذيك دارت لي الشغل، بدلت لها حويجاتها ودوشت لها وقعدت، وهي تقول لكم صحه عيدكم، وراهي تقول لكم سلام عليكم ولا باي باي ولا مساء الخير ولا ما على باليش واش راهي تقول هنا لالا مروه. وهنا انا ثاني دوشت وحبيت نبدل انا ثاني حوايجي، صراحه ما شريت جبيبه جديده، جبت الموجود اللي كان عندي في الخزانه، المهم نفرحوا بفعل هكذايا الواجد من الموجود ونلبسوا احب تياب لينا ونبدلوا يعني شويه، ماشي شرط كيما نقولوا حتى كي نشريو هذيك الحاجه الجديده ما خرجنا ما دخلنا، راهو الحجر الصحي داير فينا حاله، ان شاء الله في ميزان حسناتنا، ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء والوباء ان شاء الله يا رب العالمين، ونرجعوا لياماتنا الطبيعيه. كما قلت لكم شاركتكم هكذايا بالحويجه الخفيفه اللي لبستها نهار العيد، حاجه باينه هادو ما نحيهمش انا صراحه، هما يوميا نحب نلبسهم باسكو خفاف، ما نحبش نلبس ذهب هكذايا شارجي، نحب نلبس غير حاجه خفيفه ظريفه كل يوم هكذايا. هذا هو الشيء اللي كيما نقولوا لبستو. وهنا خياتي نجوز نديرو حاجه مع لاتاي ولا مع الكازوز ولا كيما حبيتو، رايحين نديرو لي ميني تارتلات هادوما اللي راني رايحه نفرسيهم بالمكسرات، وراني رايحه نفرسيهم بالنسلي. عندي هنايا 250 غرام تاع الفرينه، عندي 125 غرام تاع المارغرين، عندي زوج مغارف ماشي معمرين مليح مليح تاع سكر غلاس، هادوما المواد الجافه اللي راني رايحه نديرهم. درت قرصه تاع الملح مع هذاك نص رطل تاع الفرينه، قلت لكم 125 غرام تاع المارغرين طريه ما تكونش هكذايا كيما نقولوا داخل الفريجيدار،
وزوج مغارف تاع سكر غلاس عندي هنا، مغرفة تاع مزهر، وعندي زوج صفار تاع البيض هنايا. نبسس هذيك العجينة تاعي عادي، كان عندي هذا الصفار فريجيدار كنت مغطياته بلاستيك غذائي، ونزيد صفار تاع البيضة التانية هنايا. إلا ما كانوش خياتي البيضات تاعكم كبار، من المستحسن هكذايا تزيدوا مغرفة تاع مزهر، ولا كانوا البيضات تاعكم كبار مع هذيك المغرفة كيما درت أنايا مغرفة تاع مزهر. وهذوك زوج صفار البيض عطوني النتيجه اللي كنت حبتها. حبيت نقول الا جاتكم عجينتكم شويه يابسه تقدروا تزيدوا مغرفه تاع مزهر. هنا خياتي عندي هادوما الليمول تاع الحديد، هادوما ندهنهم بشويه تاع الزيت، ونزيد نرشهم شويه تاع الفرينه باش ندير فيهم هذيك العجينه اللي درتها في بلاستيك غذائي وخليتها ترتاح شويه. هادوك الليمول تاعي راني درت لهم كيما قلت لكم رشه تاع الفرينه، ونبدا نحل هكذايا، يعني ما نخدم بالحلال ولا ندير في الارض، من يدي من هذاك البابي فيلم لداخل للمول، يعني حاجه والله العظيم غير على وقفه بالخف ديروهم. وتقدروا خياتي هاد لي فون هادو تاع لي طاخت هادو ما طيبوهم وتحتفظوا بهم في المجمد داخل دون زون بواط هكذايا، تخبوها داخل الكونجيلاتور وتسحقوها الوقت الحاجه راكو رايحين تجبدوها. اصلا هي ما راهيش رايحه تاخذ وقت. شوفوا كيما راني درت هكذا، تقبتها بالفرشيطه هاملي كامل، كملت هذيك العجينه تاعي يعني، ولا غير جات الله يبارك بهذيك لاباط اللي درتها، يعني ماشي كميه كبيره بصح قطعت صلاه النبي. وهنايا خياتي دخلتهم داخل الفرن على درجة حرارة 170، خليتهم يطيبوا باش راني دوك هذيك شادة هذايا الطبشور، حنيت ليامات القراية وراني نكتب موخيتو، رانا رايحين ونديرو شوية موخيتو. همالة عندي هاد الكرافات اللي نقدروا نكتبوا فيهم بالطباشور، أحيانا نديرو هكذايا كوكتيل كل واحد والكو تاعو، نقدروا نكتبوا مثلا قارص تشينا هكذايا خوخ مشماش، كل كو اللي حبيتي تكتبيه بالطبشور، يعني حاجه شويه هكذايا شابه وحاجه اوريجينال. نبدلوا شويه على لي كاغاف العاديين اللي نستعملوهم دائما، هامليك لي فون تاع لي طارت تاعي راهم طابو الله الله بيان دوغي. عندي هنايا حاجات اللي راني رايحه نزين بهم ولا نحشي بهم هاد الاخر تاعي، هاد لي ميني التارتيلات اللي راكم تشوفوا فيهم. عندي هاد النص باطا تاع نيسلي صراحه هي اللي ما حبيتهاش، شغل تفسد لي، قلت خير من اللي تقعد، خلي ندير بها هدوما. نعمر هذاك نعمر قسم مغرفه ولا مغرفه ونص، صراحه انا ما نحبهاش تجي هكذا شغل تدفق، ديجا حلوه لاباط تاعها هذه خياتي، كنت سبقت وشاركتكم بأون بات تجي هذيك شويه مبسه، هذه ما تجيش مبسه كيما الاخرى، زيدوا جربوا هذه ثاني تجي هايله، اللي ما يحبش حاجه كيما نقولوا مبسه بزاف هذه ولا غير تجي ثاني ما شاء الله، الاخرى ثاني ما شاء الله، بصح هذه ثاني تخلف عليها لاباط تاعها. كنت شاركتكم بهذوك لي دو تارت اللي درتهم، وهنا ثاني شاركتكم بعجينه واحده اخرى الا حبيتوا هذيك المبسه بزاف، راني رايحه نزيد نحط لكم الفيديو تاعها باذن الله في صندوق الوصف. وهنايا التزيين خياتي اختياري وبالموجود في كل منزل، كل حاجه عندك في الدار حبيتي تزيني بها راكي رايحه تزيني بها، ماشي شرط نيسلي، تقدري ديري شوكولا، تقدري حتى ديري كريم باتيسيير الداخل. انا هدايا نص راني درتو بهدايا نيسلي كراميل، ونص الباقي غدو ان شاء الله باذن الله نزيد نعمره لهم بحاجه واحده اخرى، وراني رايحه نشارككم لا فارس اللي درتها لداخل. هاوليك هذاك الموخيتو تاعي برد، ودوك هاتيك معليه غير نعمرو في الكاغاف تاعي باش نوجد الطابله الخفيفه الظريفه تاعنا كيما العاده والعوايد. نحب دائما يكون هكذايا تقديم مميز لينا حنا، وتقديم مميز ولا طرق تقديم، على بالكم باللي القناه تاعنا ما راهيش غير طبخ فقط، راهي كيما نقولوا معتمده على طرق التقديم وعلى الجديد كيما نقولوا في كلش هكذايا. ان شاء الله كيما نقولوا نكون وفقت في اختيار الالوان، هي كيما نقولوا دائما طاوله حتى ولا كانت بسيطه، مي بصح الالوان تلعب دور كبير، وخاصه في الصيف كي تشوفيها هكذايا تحسي بلا فريشور، تحسي بالانتعاش. وهنايا ثاني شويه لاتاي، هذا بزاف الاخوات سقساوني هدايا تي فور تو هدايا لاتاي لشخصين، هو هذاك الابريق بزوج فناجل تاعو، قلتو لي وين شريتيه، شريتو في صحتو هذا في محل ما بنكس، شريتو 125000، عندي تقريبا عامين ملي شريتو، ماشي راهو جديد برك، انايا على بالكم معني يقعدوا على حالهم ما منشريهم من مده طويله هكذايا. شريتو شكون يقول فتحت كامل القناه واستعملته شحال من خطره في المجموعه عندي في الفيسبوك ولا
بالمناسبة يعني ندعيكم للمجموعة التاعي اللي راني نطبق فيها كما نقولوا، راني نحط فيها كما نقولوا الصور، والبنات راهم يشاركوا بالتطبيقات تاعهم سواء اللي يشوفوهم في القناة تاعي ولا في القنوات تاع زميلات واحد اخرين، راهم كامل اللي يشاركوا عندي. انا تاني ندعيكم ونقول لكم مرحبا بكم في مجموعتي ومجموعتكم باذن الله كوزينة بنت القصبة. ديروا ريغوشيغ في الفيسبوك، اكتبوا كوزينة بنت القصبة، راهو رايح يخرج لكم الجروب تاعي. هذه هي الطاوله تاعي، ودوك هذيك نجوزو نفصلو شويه عصبان من الحلو ديريكتومون صوتي تخياتي للمالح، ما تخلعوش. كنا هنا ولينا لهيه، جسنا لهذيك الدواره كيما راكو تشوفوا هدايا. انا مداريه صراحه الدواره نطيبها دواره وبوزلوف يطيبوا شغل البرومي جور هكذا تاع العيد، مي بصح على بالي بلي ما كانتش رايحه تنتكل وتطيب، تقعد غير الدور داخل الفريجيدار. اي قلت خلوها في الحلقه القادمه تاع تاني عيد هكذايا، ويكون انسان ساها نسى شويه هذيك هذاك القهيم اللي يطيح على لو برومي جور تاع العيد، وبالك يقدر ياكلها ويستغلها خير وخير. هاي لك هاوليك هذاك الغرنوك خياتي كيفاش راهم قطع صغير اللي كنا غليناه، سبقت وشاركتكم في الفيديو خياتي تاع البارح كيفاش تغلى بشويه تاع الخل. وهنايا كاين هذيك الدواره كيف فصلتها، والمصالن هادو كامل خياتي مقطعين طريفات صغيرين مع هذاك الغرنوك. كاين الناس يديروا مع هكذايا العصبه لداخل، يديروا الكبده، يديروا القلب. صراحه انا جامي درتهم لداخل، ما نزوخ ما نكذب، هذيك الكبده نحب نستغلها وحدها، جامي درتها لداخل. بصح كاين الناس دير، عندي هنا لي زيبيس، عندي نعناع يابس، فلفل عكري، عندي قصبر، عندي كرويه، فلفل كحل، ملح وثوم، يعني حبه كبيره مدروسه، ولا كان صغير الدوبلي وماشي غير حبيبه. عندي روز من المستحسن يكون مفور، عندي حميصه، عندي مغرفه كبيره تاع طوماط كونسونطري، وعندي هذوك المخدات تاعنا تاع العصبه اللي رانا رايحين باذن الله نخيطوهم. وهنايا كميه لاباس عليها تاع الحشيش، انا تقريبا راني دايره ربطه ونص، نحيت له هذاك التحتاني هذوك الغصان هذوك، وخليت غير الورق. شللت هذاك الروز كيما راكو تشوفوا فيه، وكما قلت لكم من المستحسن الرز يكون مفور، باسكو على بالكم راهو رايح يشبع الطياب مع هذيك الدواره، وهذاك الرز الاخر راهو رايح يتفتت وما راهوش رايح يعطينا نتيجه مليحه. انا درت رز بسمتي نخلط كلش كما راكو تشوفوا، مي بصح العصبان ما يولملوش زوج مغارف، يولملو يديا، ندخلو مليح مليح هذيك الدرسه في بعضها. تقدروا تخلوه هكذا شويه يتشرب، وتقدروا ثاني تخدموه سيغ بلاص في طنجره، نديرو شويه تاع الزيت هذا اللي حنطيبو فيها الحبيبات تاع العصبان تاعنا، نديرو شويه تاع الكرويه، هذاك الثوم وفلفل عكري وملح وزيت، هذا ما كانوش رايحين نديرو. ودرت قرين تاع الحار، هذا ما كان اللي درتو هنا، نقليهم من غير ما نحرقوا هذاك البصل تاعنا، جوز نمرقوا هذاك القدره ولا طنجره تاعنا، ونجوز لهذوك عصباناتي. خيطي انا ورش دي البرا والخيط وخيطي العصبانات. صراحه تضحكوا عليا واحد العيد، حنا في العاده نجوزو هكذا ينسى الوس العيد الكبير كيف كيف، كما نقولوا الله يبارك، يكونوا خطرات خمس كباش، خطرات سته، يعني شغل كامل نجوزوه كيف كيف وناكلو كيف كيف لتحت في وسط الدار. تحرحي رحنا تاع العيد الديار ما ندخلو لهمش كامل، يعني الكوزينات يقعدوا مقيين كلش نخدمو في وسط الدار. غير لحقنا لهذاك العصبان، قلنا نص نديروهم هذوك الدوارات نديروهم عصبان، ونص نديروهم بكبوكه، كل واحد واش يحب ياكل. هما لا يا سيدي، قلت لهم انا شدوا لي كيغدون نقعدوا نخيطوا فيهم، لصقناهم بلي كيغدون صراحه ولا غير جا لاباس عليه، الى نحل الى والو. هما اللي تعجز باش تخيطوا نعطيكم تدبيره، انا كنت نديرها ماشي شرط البلا والخيط، صح البلا والخيط من زمان حنا نديروهم، والله العظيم غير حكمنا لي كيغدون ولصقنا كيما شغل هكذا. تخيطي واحد قدام واحد، وكي تعمريها تزيدي تغلقيها بكيغدون، تجي هاي لا لاباس عليها. ولينا نضحكو قلنا والله غير سلكنا روحنا، كانت شحال من دواره وحنا كي نتلاقاو الشغل الله يبارك ما يخلاش، هما بولادهم حنايا كامل بولادنا، تولي كيما نقولوا شغل كلي دار العرس، وهي غير مناسبه خفيفه هذا مكان. ان شاء الله يرجعوا يامات الزمان ونولوا كيما بكري ونجوزو عيادنا كيما كنا في رحبه. هذوك الحبيبات تاع العصبان تاعي خيطت لهم هذاك الفم وتقبتهم بالبرا باش يتنفسوا مباشره لهذيك المرقه تاعي اللي كانت غلات. شوفوا ديجا غرميتهم داخل المرقه، راهم تكمشوش دو روحهم هكذايا ولاو كيما النبولات. نخليها طيب في غردها، نقصلها الفرنو اللي تحب كوكوت مينوت ديرها. انا من طنجره الا انتبهتوا درتها في هاد المقله العريضه،
باش كي ندير هذيك اللفت تجيني حبه قدام حبه وما راهيش رايحه تتكسر لي كي طيب. درت شويه طوماط كونسونطري على حسب الرغبه، وكما نقولوا قد ما قد ما تحبوا الطوماطيش، انا ما نقدرش نقول لكم غرفه ولا نص. هاوليك هذاك العصبان تاعي طاب كيما الزبده، هذيك اللفت تاني كيف كيف سقيته كيما راكم تشوفوا، هذاك القريين تاع الحراره من الفوق زدت رشيتها بشويه تاع الحشيش، حاجه باينه لازم هذاك الحشيش من الفوق كيما راكم تشوفوها. ملك الحبيبات تجاوب الله يبارك، حبه قجا حبه صراحه. انا قطعتهم كبار هكذايا، قلت كي تكون حبه على قانيها بالطبع، داروا لي نورمالمون سلاطين ب 6 الله يبارك. والحبيبات راهم كبار، هذا الصحن كيما راكم تشوفوا فيه طبيسي هدايا ماشي صغيره هو الله يبارك، اكثر من سوبياخ كبير. وهذه هي هذا هو العصبان تاعي اللي كنت شاركتكم بالوصفه تاعو، اول مره نديروا عصبان في القناة، يعني هذا هو العيد الاولاني اللي جوزناه كيف كيف ان شاء الله يا رب العالمين، ماشي كيما نقولوا هذا هو اخر عيد، ان شاء الله نكونوا مهنيين وبخير وعلى خير. هاي ليك هذيك الحبيبه تاع العصبان راني قسمتها على زوج، هذاك الروز ما تسقش يعني ما تعجنش كيما قلت لكم، باسكو روز بسماتي راهو رايح يشد في الطياب، سي بوغ سا يكون الروز من النوعيه المليحه. كانوا هادو هما الوصفات خياتي تاع نهار اليوم، كانوا هادو هما التدابير. هامليك هادوك ريميني تارتيلات تاعنا كيفاش خرجوا، جاو ما شاء الله، ولا غديروهم في الفوم يدوبوا. تقدروا كيما قلت لكم ديروا اي حشو راكو حابينه، سواء هذا ولا واحد اخر، ولا شوكولاته عطلي، ولا شوكولاته اللي نخدموها في المنزل كيما حبيتوا. ولا واش نقول خياتي، نقول لكم سنوني في فيديوهات جدد، سنوني في وصفات جدد، وانا منايا من القصبة نبعث لكم سلام كبير لكم وحده وحده خياتي. قولكم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على التعليقات تاعكم، اني نقرا تعليقاتكم كامل كامل من غير استثناء، وسامحوني مرات والله غل هذاك القلب وما نلحقش باش نديرو. الله يبارك راكو في تزايد، صلاه النبي عليكم وعيني عليكم بارده لا نصيبكم بالعين. اما لخياتي واش نقول لكم، قولكم انا دوكا ديك تهلاو لي في روحكم، تهلاو لي في صحتكم، وتهلاو لي في جميع عزيز وغالي عليكم، ونقول لكم تبقاو على خير يا وجوه الخير.